احسب انا حوان انا بعت القاضيه يلا اسمعها يا عباس ان ما ضل الحريه لا اداره مدنيه. الوقف اليوم هي وقفه لارسال رساله لبايدن للقيادة الفلسطينية إنه هاي الزيارة مرفوضة، هاي الزيارة مشؤومة لأنها أجت بشكل ظاهر يعلن بايدن إنه هو جزء من الدولة العبرية وإنه هو جاي يحقق كل إشي تطلبه الدولة العبرية، وبالتالي هاي الزيارة بالنسبة لنا للشعب الفلسطيني هو يوم أسود زي ما انتم شايفين رافعين راية سوداء. هذا يوم أسود، هذا يوم مشؤوم اللي أمريكا يعني بتعلن بشكل منحاز تماماً إنه انتهت عملية السلام من مدريد لليوم، انتهى كل شيء، كل وبقول لك كمان القيادة الفلسطينية الآن خلص يعني لا تبيعوش الأوهام للناس وإنتوا ما تلحقوا السراب، لأنه ظلكم بعد 30 سنة تلحقوا السراب، هذا بدخلكم بدائرة الشك الوطني. عالمكشوف وعالمكشوف مواطن